هاي حبانات، رجعنا عاوتاني وتوحشتوني وتوحشتكم. وكيدايرين اختي مع رمضان والاجواء ديال رمضان؟ ولاباس عليكم وبارك عواشركم اختي. وكيدايرين؟ المهم خوتي غنجيكم من الاخر. دابا جيت للدار وجيت نجمع حوايجي، وصراحه باقي ما قلت لالهام والو، حيت صافي هذا اخر 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 فيديو ليا معاها صراحه. واخا غنتوحش هذا الشيء وغنتوحش هذه الاجواء صراحه خاصني نمشي. وجيت للدار، المهم غنجمع حوايجي، وهي دابا كاينه في المحل خدامه وتنجمع حوايجي وكذا، داكشي على باش نصوني عليها ونقولها لها ونشوف شنو. انا عارفاكم غادي تسولوني علاش بغيتي تمشي وعلاش هاد البلانات كاملين. المهم الا بغيتو تعرفوا هذا الشيء كامل بقاو معنا حتى لخر الفيديو باش تعرفوا شنو كاين في الاخر وتفهموا البلان كيفاش. المهم اختي بدلت حوايجي، ماشي شي حوايج، المهم غير لبست باش نبين لها بلي رانا غاده. تشاو تشاو، دابا غادي نصوني ليها ونقول لها اجي عندي دابا للدار، بغيتك ضروري، واحد البلان واقع دابا اجي عندي. الا ما درتهاش بحال هكا ما تجيش، تقول يجي عندي انتي. المهم دابا انا كنحط الشنطه هنا باش حتى الا جات تشوفني كنجمع حوايجي، فهمتي؟ ودابا غادي نصوني لها نقول لها اجي عندي دابا دابا دابا. يا ربي تكون مكونيكتيا. ما كتجاوبش. المهم دابا غادي نصوني على جداتي، نصوني ما نصونيش لها في الواتساب باش عاوتاني ما لقاش نفس المشكل. نقول لها صيفط لي الهام ديب 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 ديب. الو جدا، شوفي صيفط لي الهام دابا دابا، بغيتي واحد البلان ضروري. واه بخير بخير، ما كاين والو، صيفطي عليا بغيتها ضروري. واخا يا غتجي عندك دابا. يلا بسلامة، شكرا. عرفتي شحال هادي ما درت ليها شي برنك، وشدني واحد الخلعة من صبعي الصغير، يا ربي منك وصل الصح. إيوا خوتي نسيت ما قلتلكمش، هذا غير برنك، أنا معاهم هنا حروبات، أنا لحم الراس. المهم اخوتي غادي نانستالي الكاميرا في شي قنت سما في الارض ديال المقوله الشهيره ديالنا. المهم نانستاليها باش تشدها مزيان، ويا رب منك وصل العصا، والله ما عندي القنت فين نهزها. شكون شكون؟ انا ما قلتيش قريب المحل اش الباب هادي انتي. السلام عليكم. ولا اي والله طفيتها لا طيبت غير واحد العيب ما كليتها قبل ما نمشي باش ما يشدنيش الجوع في الطريق. اش بغيتيني؟ والله هي مهزاني خلعاني هادشي باش ما كاين. وقلتها جداتي قلت لها زعما بغيتها واحد البلان، الا ما قلتهاش بكره ما تصيفطكش ليا. واش هنايا تحبتيها فيا الله يرحم باك.
البنت واش جات صايب لينا شي حاجه عندنا شي كسكروت شي بنات شي بغليرات شي سفنجات انا مسمن وما الى عيت ما تحملش نطلع مع الدروج والله ما احتاجك من الاخر مازال ما تحتاجك كاتب جيني من الاخر من له شربي اختي غادي تموتي من الهواء شربي كملتي صافي يلا خصك تقعدي معايا وتقعدي مع الزمان وسمعي الزمان سيري 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 والله ما خليت واحد ما غادي تجي عليا مع خمسة ونص ودابا شوفي المهم بغيت غير نقول لك غادي نمشي مرة مرة نبقى نصوني عليك كدا غادي نسولك سمعي العزا لا تكريمي وصافي صافي انا عرفت ولدي راه نجي عندك ما نقولش انا عندي راقد وكنديرو معاك دابا خلي الضحك لا معري ما يصلحش لك لبسو مع التكاطة لا ما يصلحش لك زوين يا جوري بير يا ربي حبيب استوعبي معايا شنو كنقول شنو قولي ولا الغمومية ايوا اختي راه شحال هما مسدودين في الشنطة ما خرجوش الحوايج البرد يلاه بدينا كنخرجوهم حنايا سيري 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 شوفوا ما عرفتش شنو هادشي تخرج المهم ما علينا اختي واش باش جبت تلقينا غادي نرجع للرباط وصراحه ما غاديش نرجع للرباط غادي نمشي يا اختي ولا دابا حميمي اطرمال ويلي صراحه ما غاديش نمشي للرباط غادي نمشي نسكن في مراكش دابا بغي دابا انا عايز جمله مفيده دابا انا غادي نمشي عند اختي اللي انا على زيباني من المحل من الخدمه باش تقولي لي هادشي ونعلمك ما نعلمكش نمشي الباب يفوت كامل يا حبيبتي ياك المهم انت يا غالي تكذبي عليا ما كنكذبش عليك غادي نمشي نحط حوايجي في الرباط عند زهيره نسكن في مراكش وغادي نهبط لمراكش نسكن فيها ونخدم فيها انا خليني نقول لك نجي نكنعس نتهون اوتي نوضي على سلامتك واو كندير معاك يا نعم بصح كندير معاك واش شتي دايره ليا العيش هاد البيجاماتي ولا شنو؟ اه راه كريم كتجوني كتكور كتكور ب 55 دابا سمعي دابا انا لقيت خدمه في مراكش ياك يعني واش هو من الاخر غادي نتزوج في مراكش دابا علاش ما استوعبتيش انا غنتزوج علاش الله يسخر دويا معاك عمري ما عندي جديد ما عنديش دابا زين دويا معاك غادي نمشي الرباط وجاتني واحد عقد عمل في مراكش اي 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 دويا معاك دابا لا بصح دويا معاك صويت على زهيرة البارح وقلت لها غادي نجيب حوايج نخليهم عندك على ما نلقى الكرا في مراكش دابا بغيتي تقولي لي بلي بغيتي تمشي ياك بغيتي تمشي تخدمي في مراكش ونخدم ماشي بزاف غير شي شهور وغادي نجيب وتدي لي حوايج للرباط وتجي اس بي جي بي لنا الكعك يا ربي بلاصه ما زعما تحيد الطنز باش ما مشيتش دابا جمعتي حوايجك وساليت ولا جمعتي ساليت دارجي دابا واحد شويه ايوا انا سمعي ضاريه وجيباني من المحل متخسقاري كون جزيتي حوايجك وجبتي ومدزتي عندي المحل قولي لي بسلام عطيني الساروت والله يعاونك الله يعاونك والله كنت نتصور معاك في التصافيره وفي الزواج اللي غنتزوج ما تشاوريش معايا منين هو العدل تشاوري معايا بوبي منين انت في راسك هادشي منين جيتي اربع ايام دابا باش جيتي قولي لي قريطه اجي نقول لها شكينا 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 ايه لا وانا ما غنشدكش بزاف دابا ما كنتش ناويه في الاول يلا نويت يلا نويت المعقول يلا نويت المعقول اختي وانا اللي غنمشي للدار الضيف المهم ما علينا غادي نمشي اختي غادي نحط حوايجي عند الظاهره في الرباط وغندوز لمراكش ايوا سير اختي الله يعاونك دويا معاك واش انا دويا معاك شنو تي نقول لك انا حتى دابا دابا نبغيش غير تعلمي تقولي لي عرفتي تقولي لي انا دويا معاك صراحه الله يعرضك السلامه الله يتمم كلش على خير ولا عرفتي باش كيقولوا لي الامارات تشتغل في العبايه ولا في السعوديه ماشي شغلك اختي انا مغربيه ماشي سعوديه الله يسهل عليك المسامحه امين امين جمعيه رومينا ماشي رومينا هادشي جمعي داك الشيء ودي معاك لي غاسل ديال الله يعطيك السلامه وجيبي لي عفاك سيروتي بنا حال ياك كاري عندك الدار انا كاري هي هادي منين جالسه معايا انا يلا جاي تعلميني شنو ندير ليك واجي خربيق إلهام ودابا اجي ما عندي ما جيتي عند الرابط وما
لازم تجي ليا تا جيده تا باغا تمشي تا باغا تمشي البنت سالات كلشي الله هي بليره حقاو الواد انايا نجي نقول لك ودابا غتسي طريحي انت كتعصبي كديري كي جده كتبقاي ترمحي بحال ناموسه اجي اجي وانت علاش فيكم هاد القاعد غير اللي تعصب كينوض كيجمع الكوزينه واجي نقول لك وشكون غادي يصايب معايا العرس في مرات شكون غيعاونني هذاك ما يخلى غدا عندو يصايب معاك العرس ياك ورا غادي يجيو هنايا ما عندو فين يجي عندي انا ياك اختي فين غادي يخطبني من دارنا ماشي يخطب عند بواك فين هو دبا ما سمعت لا اختي هو انا واجي اجي نقول لك اجي انت كتاكل الزيت على الصباح اجي نديري بحال هكا نصبح انت بس انت كنت معاك خلينا نمشي غنمشي عليا الحال صاحبتي غيمشي عليا الدراهم ولا خصني نشد الطاكسي من هنا ثاني مرات عاد باش نشد الدراهم واجي نقول لك وصافي صافي اجي نقول لك بلان علاش عيطت عليك اجي واحد بلان اخر بغيتك محتاجه فيه انت واش كتطلع لي فيه يلا مشيت كدور على جميع انواع الزيتون دابا محتاجه واحد 5000 درهم شنو محتاجه 5000 درهم ايوا راه هذاك اللي غيتزوج بيه عطاك 5000 درهم لا دوك فلوس صداق ابا ايه عمرني ما طلبتك على الفلوس ما وقفتش على خويتي بيا وقفي عليا الهرسه العقوبه ورا خاصني فلوس باش نكري في مراكش ما غادي عند حد داك غادي يجي هنايا غادي يخطبني من دار با هنا ما كاينش باك هنا سيتو ام ابيتو من عند جده ما عندناش بنت زواج يا ولد كتزرلنا على الخطاب ما عندناش لا بنت زواج انا كنت هي الصغيره تزوج السلام عليكم ذكرتي ذكرك حيت انت تا الدقيقه 90 اختي انا بغيت نقول لك انا بغيت نمشي لمراكش بغيت ندير لك انايا بغيتي نزغرت ليك دابا زعما غتفرحي ليا وتقولي عاوتاني غندير شي عراسيه اه بقا زعما حتى نفرح العرس العرس دابا شنو انا ما نتزوجش تزوجي الله يعافيك صافي لا فرحوا ليا علاش ما تفرحيش ليا شنو هذا الكيبان ما شوف انا ما عجبك تقيا الدبايه مسالي غال امي قالت لك حطوا ليا بقاش غادي العرس اللي تبع عشرين والشنطه الثانيه حتى من بعد نجي ديها حيت ما قادرهش نمشي اختي لا اختي غديها ديها ديهم بجوج مره ما نعاودش انا نشوف كماتك صافي هي قالتي كنخطو يمو الاحلام شنو غنديرو شنو غنفعلو شنو غنضركو هاد زيت هاد الشيء ديه تاك نجي لدارك ونصبني مصاب انا خصني صبان جوع عاد نجمع حوايجي عاد نمشي والله الا السيده قال لك عولنا عليه هو النيت اللي تسحر مع الدراري كيصبح فاطر ودابا انت شنو اللي ما عاجبكش في البلان ما فهمتش لا ما عاجبنيش انا بنادم ساكن معايا وجالس معايا وما عرفتش شنو حاسبه اكثر من خويا ويجي انت هي دابا بين لي زين وضحى حق الواد انا غنمشي نسكن هنا ونقرا هنا ونخدم هنا ونفعل ونعيش دابا انا كبرت خصك تفرحي ليا وتقولي واجهتها جاتها خدمه الله يسهل عليها انا كنعرف بنات الدارهم كيخدموا حدا والديهم ما كيبقاوش يطوطحوا دابا سمعي لي مشيتي خدمت شي قلت اخر ماشي من الدار قلت لها لامي هي كتقولي غيجي يخطبني انا من عند با عند امي قلت لها لامي قلت لها ربا قلت لها خويا ما بغيتي نقولها لي لا منين شي اي فوا دابا جمعتي قشتك وغادر بحالك بلاها ما تقولي لهم هي سير انا نقول لك انا نقول لك داكشي اللي غيقولوا لك هما نيشا ماشي تا كنخطو حنا ونحلمو ونديرو داكشي اللي بغينا نديرو نمشي وعاد نجي نقولها لوالدينا هو انت محاسبه ومش والديك انت حاسبه ومخضره فوق عام شايطه عليك صافي السلام عليكم عندي دابا تقولي لي انا لواء نقول انا با يجي يخدمني من عند با الا مشيتي عنده غير سيري عنده بلا ما تجي ما غاداش عنده غدا عند زهيره نحط عندها حوايج على شغل الشعر غنز بلاتي وشوفي راه قال لك الكذاب وانا اللي قهرتوني كذابه عشرتوني غنشوف شهنتي غادي ندي حوايجي عند زهيره بلاتي غندي حوايجي عند زهيره ياك وغادي نمشي نخدم في مراكش وغادي نتزوج في مراكش
وحتى يدي نويجي وكذا انت عاد شنو دابا مثلا من واش فيك كتقلب لي انا راسي على البنتي هذه غاد علمت سيري سيري خوي انت سيري سيري اصلا طيحتو الدرع على العيال عاودتي سيري عنده فهمتي طيب انت ساعه تمر لي انا لي هو زوينه هادي لا واه نمشي نحط حوايجي نمشي نخدم على اساس هو دابا فين هو اللوجيك في هادشي هو مراكش ولا ما عرفت كاع منين نزل علينا بهذا القدر هذا وجاي تقول وانتيا غتمشي تخدمي في مراكش اي زعما ما غتلاقاوش نسيت حالي الحلوي جاي من البلاد انا غادي نموك صافي اش متقلقيش عطيني التيشيرت انت حيدي بعدي مني ما تقربيش ليا الله يرحم جدك بعدي مني الله يرحم باك حيدي تسنى ليا بروشه جيت عصبني ايوا صافي ياك هو هي هادي انا مابقيتش كاع عازر لكم الهم ما عرفكم واش عايشين معايا القهوة شنو جا الحبس خليتي وديري وشقاي عليها وديري لها وفعلي لها وحاجة الخيرة ديال مريم اجا مريم نقول لك اجا مريم راه غادي ندير اجا مريم راه غادي نبعث سيري انتي جمعتي قشر غدا اللي باغي يمشي يخدم غيمشي يخدم بالمينيات انت خدامه الشوط هذا هذا شو ايوا واخا هذا شو كيلبسوا بنات الناس واش غادي يبغي يقرا من هوك الجدر امي انا غادي نلبسوا في الزنقه لا غادي نلبسوا بنات تجي في الدار يعطيك مصيبه عبر البوك الشقه انا قلت لك جاي بالوجه لا خصي الضرب لا طبل طبل صابر كبرنا خش على الضرب او وانا كنت بكير تحرم على الضرب ما غاديش تمشي تاع المراش وتفكري اصلا والعواش هادو والعيد هذا لا واحد والوالد اختي حامله اختي عيون انت وحيد اصلا ما كنتش احسن واش شمعت لي داري واش عند الباش ويدين يعطيك العمى واي ملي كنبغي نضرب ما كيخرجوش عيد ما كتبقاش ينام سيبوش عينك يخرجوك شنو ما بغا دابا نوض يلا معايا حبو وصلني الله انا مصطفى حيد ما تخليش تحط عليا يدك بعدي مني خلي لك ريالاتي والناس كي دايرين جي مصطفى تي المحطة يا دي سبع عليا خوات الجناب خوات هنا ما كيديروش شي حاجة بلا ما يهضروا معايا انا علمتك دابا انا باقي ما غنتزوجش دابا باقا انا ماشي على الزواج اللي تزوجوا الوالا بقاو عاد الوالا قصروا اللواء اليومي واش ما خصي من الاخر انا بعد انا حاره باش ما غادي ندي مني حتى انا غنمشي لدار نتوضا ونطلقها انا بعد انا حاره باش ما غادي ندي الزين لصقك الحمر راسك في يوم الدور تلقاي ديك الحدبة موراك شوف انا ملي باقا كتنغصني سبحان الله ما فهمتش انا علاش خصوصا هاد العائله كيتعصبوا جاك الكوزينه كتقرص في الشمال وعاش ما كتخربق فيها نوض برك عاد من الزريع بعدي مني راه حبك طلع لي مشات وخلاتني صافا من يوم الله يرحم باك ما تبقاش هي هي كون عندي انت انت هي البرانك ولا الويل كحل اش قالت لها انت انت هي ساعش جيني غنضربك مريم الله يرحم باك وعلى انت ما ضربتينيش باقا باغا تضرب واش بغات صافي اجي نتصالح شكون جابت الزريع انا اجي نتصالح ما تصلحي معي ما تصلح معك وصافي ما قلت انتي كديري لي كثر من هكا لا كنقول ما كاين ماشي وقته ماشي كاين بس قلت لك اختي كاين وقته وهاد ليا ماش كامله رمضان كامل نخرجها منك ماشي وقته الله يرحم باك عرفتي نمسى ليا شربوا لي عان بيا وتزيدين عاوتاني تنكي بالبرانك نزع ليا الشطايطه باش زيد تخطبي هاد الكعبه اصلا هذا اللي غيديك حاجه انت خطيه وين هو بعد هذا فين هو بقى ما شتك مرجو مصيبه وانا باقا معاك حد بو مورا دارك ديرو التيتيز شنديرو انا ديرو لايك توحشكم يا اختي ما كي معطيتيهمش وقت صاحبتي دوي مع الاحبان ديالك هما كنبغيهم راه ديري ما طلع ليا براسي ياك اختي عندك ديك الزينه مهم كتعصبني هاد الايامات انا باقا منظر دبل طيط طيط تعبط عليا مهم انا غنبقى حاضي مع هاد السيمانه حتى على بالك ما تبغي تردها ليا